السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلم. اتكلمنا في الحلقة السابقة عن أكذوبة مرج البحرين يلتقيان. عرفنا اللي هذه ما تسمى بالمعجزة القرآنية ما هي إلا أكذوبة روج لها ما يسمى بالإعجازيون من أجل إقناع أصحاب العقول البسيطة بأن القرآن يأتي من عند إله. تعرفوا أنتم اللي ما يسمى معناتها بالإعجاز العلمي في القرآن فما مئات مئات، يعني ولو يتفنوا في حكاية الإعجاز العلمي. لكن وقت نجي ونحكيه مع المسلمين بصفة عامة نلقاهم يعرفوا ثلاثة أربعة. ما تعرف المسلم هو والنفح، ياخذ من حاجة حاجة ويلوح الباقي. تخيل كل المسلمين يعرفوا يتبعوا في هذوما الإعجاز العلمي؟ لا. أكثر واحدة معناتها مشهورة هي بتاع مرج البحرين وبتاع إسلام كوستو وكل شيء، وهي كذبة في كذبة، وعرفنا يعني في الفيديو اللي قبل هذه اللي هي كذبة في كذبة. وفما مسألة ما يسمى تطور الجنين، هذاك علاش في الفيديو هذه احنا باش نحاولوا ما نجمش ناخذوا كل ما يسمى بالإعجاز العلمي، نحاولوا باش ناخذوا ثلاثة أربعة المهمين وناخذ شويه من الاعجاز اللغوي، ما يسمى بالاعجاز اللغوي بين قوسين هما اخطاء لغويه، وناخذ شويه ما يسمى بالاعجاز الرقمي واللي هما نفس الشيء اخطاء، باش العبد ينجم من بعد يبحث على بقيه ما يدعون انه الاعجاز العلمي ويتاكدوا انهم ضحكوا عليهم وتمنيكوا عليهم ولعبوا لهم بعقولهم. اليوم باش نتكلموا على مسألة تطور الجنين. وكما تعرفوا مع تبين قوسين احنا مانيش نطلبوا من محمد ولا إله محمد باش يعطينا معلومات علمية، لأن نعرف القرآن أو ما يسمى بالكتب المقدسة ما هي كتب علمية، يعني كتب دينية، يعني كتب مرتبطة بالعقيدة. معناتها مانيش فاهم أنا اش مدخل العلم في كتاب يؤمن بالعقيدة، يعني يؤمن بالإيمان، مسألة إيمانية ليس مسألة تجريبية، ليس مسألة ملموسة وإنما مسألة محسوسة. ونعرف احنا أن المحسوس ليس له علاقة بالملموس. سوف نتبع الأسلوب بتاعنا. هل هناك، سؤال الأول، قبل محمد من تكلم على هذه المراحل الأربعة في تطور الجنين؟ الجواب مع الأسف نعم، كما أن مرج البحرين والماء المالح والماء الحلو وغيرها تكلمت عليها شعوب أخرى قبل الإسلام وقبل محمد، وتكلمت عليها أديان أخرى ومعتقدات أخرى. نفس الشيء، محمد لم يأتي بجديد، وإنما الذي ذكره عن تطور الجنين في بطن الأم لم يأتي بجديد وذكر قبل ذلك. نعود إلى من ذكره معناتها من غير الأديان، يعني من العلماء ومن الأطباء. فهمت؟ عدة قرون قبل محمد فما أحد الأطباء اسمه جالينوس في القرن الثاني، واللي قبله أبوقراط اللي تكلم هو طبيب في القرن الخامس قبل الميلاد. فهمت؟ هذوما الزوز تكلموا على تكوين المولود في بطن الأم، وقسموا نفس تقسيم القرآن إلى أربع مراحل زمنية كما جاء في القرآن، بل أكثر تفصيلا وأكثر دقة. وهنا باش نحاول نحط لكم الترجمة العربية لهذا المصدر القديم الذي يتكلم على الأربع مراحل تكون الجنين. ونطلب من اللي عنده ذرة من العقل أن يبحث وحده ويزيد يتأكد من المعلومات اللي نحطها اللي هي أكيدة ومية في المية، ونحاول بكل الطرق ما نذكر كل الحاجات اللي متأكد منهم 1000%. ما عادش التبرك.
امشي، وحتى انا نقول لكم حاجه، امشوا انزلوا تاكدوا منها، ما تهربوش من القطره تجوا تحت الميزان. يعني انا مانيش معصوم ونجم نغلط، وكيفي كيف اي عبد. صحيح انا نحاول حذر باش نحاول ننقل كل المعلومات الصحيحه، لكن في نفس الوقت فهمت، انتوما لازمكم تتاكدوا وحدكم وتعرفوا وحدكم الاشياء باش تكون عندكم اقتناع. لكن سؤالهم هذا بقراط وهذا فهمت يعني فلاسفة معناتها اطباء يونانيين قدم وكل شيء فهمت، كيفاش معناتها يا اخي محمد كيفاش وصلت له هذه المعلومه؟ راهو لازمكم تعرفوا اللي قبل 1400 سنه كيما توا، راهو فما علوم وفما علم فلك وفما طب وفما كل شيء، يعني ماهيش معناتها حاجه جديده فهمت. ما تصوروش اللي 1400 سنه بعيده ياسر، قداش 20 جيل 30 جيل حكايه فارغه. صحيح ما كانش العلم متطور كيما توا، لكن كانت فما علوم وكان فما طب وفما علاج وفما عده اشياء اخرى. السؤال اللي نطرحوه كيما قلنا، احنا محمد ماهوش بهيم كما يقولوا بعض المسلمين او اغلب المسلمين، ما هو اكيد ان المعلومات هذه لم تصله من طريق الوحي ولا اله، لان لا يمكن لاله ان ينقل لنا افكار قيلت من قبل، من جهه، ومن جهه اخرى غير دقيقه، ومن جهه ثالثه فيها اخطاء واضحه وبينه اللي اكتشفها العلم الان. لو نرجعوا للقرن الخامس ميلادي نجدوا ان هذه الكتب الطبيه تم ترجمتها من اليونانيه الى السريانيه من احد الاشخاص الذي ترجم 26 كتاب حول الطب، وهذا الشخص معروف بالطب وكان مشى للاسكندريه وعمل ومعناته وخدم في العراق وخدم في قسطنطينة في القرن الخامس السادس الميلادي، يعني قبل ظهور محمد. يعني معناتها ترجم من اليونانية إلى السريانية. ولو نزيدوا نرجعوا نبحثوا في التاريخ، احنا نعرفوا اللي محمد الدائر متاعو الكل هما نوع من أنواع معناتها المسيح، مذهب من مذاهب المسيحية النسطوريون، النسطورية المعروفة النسطورية. لو نعود للتاريخ نجد أن هذه العلوم الطبية وغيرها من العلوم نقلت من طرف المذهب المسيحي النسطوري، وهذوما النسطوريون هربوا من بطش الكنيسة في قسطنطينة إلى الشرق الأوسط وفارس وبلاد العرب. ونعرف احنا اللي محمد تربى وترعرع من خديجة وورقة بن نوفل، من هذم النسطوريين اللي معنتها كانوا عندهم علم بالعلوم اللي موجودة في اليونان القديمة، وكانوا ترجموا كما قلت لكم إلى السريانية، وكانوا يتكلمون العربية، تعلموا العربية مع تعلموا العربية وكانوا ينقلون هذه الأفكار، يعني ماهيش حاجة جديدة. ومحمد كان معناتها كانت بيت خديجة عبارة على مركز ثقافي في مكة، فهمت، تلاقاو فيه النسطوريين هذوما كلهم هذا المذهب المسيحي وينقل المعلومات، ومحمد تربى في هذا الإطار. هذه حاجة. حاجة ثانية، نعرفوا اللي الحارث ابن كلدة الثقفي وهو طبيب عربي معروف في وقت محمد وعاشر محمد فهمت عدة عقود، وأسلم يقولوا لي مات في عهد محمد، فما اللي يقول لي مات في عهد عمر، فما اللي يقول مات في عهد معاوية. المهم هذا الشخص الطبيب المعروف فهمت، واللي المصادر الإسلامية تذكره، وهنا نحاول نحط لكم المصادر الإسلامية تدل على معناتها ما أقول إن هذا الحارث ابن كلدة الثقفي كان طبيب وكان مطلع على الكتب اليونانية ومطلع على تكوين الجنين ومطلع على غيرها من الأمور، وهذه هي المصادر معناتها من المصادر الإسلامية. وهذا يدل على أن الطب كان صناعة في ذلك الوقت، فهمت، يعني كان صناعة وكان معروف.
ومعناتها وهذا معناتها الشخص الحارث معناتها عاشر محمد وكان قريب ليهم من الصحابة، فهمت؟ يعني هذه أمور معناتها واضحة. إذن معناتها أكيد راهو تكلم مع محمد أو ناقش مع محمد على المسائل هذه، يعني محمد ما كانش بهيم، هذه حاجة. حاجة أخرى نعرف اللي إحنا إسقاط الجنين حاجة معناتها معروفة، أي إنسان ينجم يشوفها، خاصة رعاة الغنم كانوا يشوفوا إن الغنم تسقط أولادها، وكانوا يشوفوا هذه المراحل. هذه معناتها مسألة منظورة ومعناتها ملموسة، واحد ينجم يشوفها وينجم يوصفها. يعني طبعا نرجعوا احنا للآية القرآنية، ما جابت حتى حاجة جديدة، حتى دليل علمي، وإنما متاع إنسان شاف ولا عرف ولا قرأ ولا تعرف على حاجة ووصفها كما هي، كما وصف البحرين يلتقيان وصف مسألة الجنين. ومحمد نعرفوه كان راعي غنم، ايضا كان يلاحظ ويشوف ويعرف، معناتها مش حاجه جديده. وكي نرجعوا احنا قرون بعد ظهور الاسلام، بعد لا ترجم تم ترجمه الكتب اليونانيه للعربيه، نلاحظوا ان ظهرت ما يسمى، معناتها فما ياسر كتب من اليونانيه معناتها تم ترجمتها للعربيه، ما يسمى بالانبهار بهذه الكتب. وفما بعض العلماء المسلمين معناتها قالوا اللي القرآن اتكلم على ما هو موجود في الكتب اليونانية، وظهرت ما يسمى هذا بالإعجاز العلمي. واستدلوا على ذلك ان معناتها توافق القرآن بما يوجد في الكتب اليونانية على صحة الإسلام، وهما ما فكروش اللي ما توجد في القرآن تم سرقته قبل ترجمة الكتب اليونانية للعربية بعد عدة قرون من ظهور الإسلام. لكن بعض العلماء الآخرين من ابن تيمية والسلفيين تنبهوا أن ترجمة الكتب اليونانية للعربية سوف يكشف كذب الإسلام، لهذا جاءوا وحرموا هذه المسألة ودعوا للاكتفاء بالكتاب والسنة، والكتاب القرآن والسنة، وعدم الاطلاع على الفلسفة وعلى العلوم الأخرى، لكي لا يوقع ما يسمى بكشف حقيقة الإسلام وسرقته للكتب الدينية الأخرى وللكتب العلمية والفلسفية اللي موجودة في اليونان. وبالفعل في ذلك الفترة اللي تسمى العصر الذهبي، كثير خرجوا مع تظاهر ما يسمى بالزنادقة، عندما اكتشفوا أن فما كتب قبل القرآن تكلمت على ما هو موجود في القرآن، ومنهم عند ابن القيم، يعني ترجعوا للكتب نتاعو، يعني يرحب بتطابق القرآن مع أطباء الإغريق، فهمت؟ يرحب، يعني يقول معناتها هذا معناتها معجزة. فإن كانت هناك معجزة بالفعل في وصف الجنين، فتعود للإغريق ولليونانيين وغيرهم، لا تعود إلى محمد، لأن هناك من تكلم قبله. وأكيد أن بقراط ولا معناتها جالينوس وغيرهم، فما علماء آخرين وإحنا نعرفوا، فهمت؟ إن المعلومة تشاع ويعرفها كثير من الناس، أما من يدونها ومن يصفها هو الذي يعرف بها. إذن هو معناتها جالينوس أو بقراط وتتكلم عن هذه، أكيد فما علماء آخرين زاد بحثوا فيها. راهو العلم ماهوش ملك شخص، ملك البشرية كاملة، كل إنسان يشارك فيه. صحيح اللي فلان يقوله أول واحد، أنا مثلا أقول حاجة، نسمع حاجة توا، يمكن يقول قالها واحد في الشارع، نجي انا نقولها تكتب اللي انا قلتها، وانا في الحقيقه مش انا قلتها، وانما اخذتها من غيري. هذاك علاش انا نؤمن بان العلم او المعرفه هي قيمه انسانيه بشريه لجميع البشر، لا يدعي اي انسان انه يملك اللي هو اللي جابها من راسه، فماش هذا، فماش حتى واحد جاب حاجه من راسه. اكيد معناتها تطور، كما تطور الانسان تطور الفكر. إذا نتيجة بحوث وتأملات وغيرها، ويأتي فهمت من يدونها أو من يتكلم عليها، ويأتي بعض شخص آخر يتكلم عليها، وهكذا وهكذا، ولا وحي ولا خزعبلات ولا حكايات فارغة يريدون أن يقنعون بها. هذه المسألة تطور الجنين أربع مرات، معناتها أربع مراحل في بطن الإنسان، لم يأتي بها محمد هو الأول، بل جاءت بها معناتها
الاغريق قبل واليونان تكلموا عليها واطباء وكلهم وكل شيء معناتها كما وضحنا، ولكن اديان اخرى حتى المسيحيه حتى التوراه حتى النجم حتى الهندوكيه فهمت حتى الزردشتيه كلهم طبيعي يستخدموا نفس الاسلوب. محمد ما جابش حاجه جديده، وقت يجي يتكلم على تطور الجنين ما جابش حاجه جديده. هو كان يعرف في العصر هذيك اللي المسألة هذيك تبهر الانسان باش يظهر عظمه الهه، هاو كيفاش وهاو كيفاش يبدا يحكي لهم يخرف لهم. وهذه ماهيش محمد ما جاب حتى حاجه جديده فهمت، وانما اتبع من كان قبله من اجل ان يقنع عباد موجودين في الجزيره العربيه عايش معاه. وهنا نحط لكم بعض المصادر من الكتب الاخرى. لاحظوا اللي معناتها ما فماش فرق، نفس الشيء يتكلموا على نفس الشيء. اذا اكتفي بهذا القدر، وبالدليل القاطع ان ليس محمد اول من اتكلم عن تطور الجنين في القران. والان ننتقل الى السؤال الثاني، هل المعلومات التي جاءت في القران او التي ذكرت قبل القران هل هي صحيحه ام لا؟ هل هي صحيحه ام لا؟ كما قلت لكم فما 12 آية أو أكثر تتكلم على خلق الإنسان وعلى العلقة وعلى فهمت النطفة وعلى كذا وكذا وكذا، أما إحنا نكتفي بالآيات اللي أكثر جامعة، معناتها هذا تكرار، معناتها ركاكة في القرآن فهمت، يبدأ يقول ويعاود يقول ويعاود يقول ويعاود يقول يعني هذه ماهيش بلاغة أصلا فهمت، يعني كان جاء إله يقول الحاجة مرة واحدة ما يزيدش يعاودها 1000 مرة. نلاحظ ان مثلا الايه تقول معناتها ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، به العلماء بتاع الاغريق ما تكلموش على الطين، معناتها انتقلوا ديريكت الاربع مراحل. الاسلام جاء زاد الطين على خاطر بالطبع سرق زاد افكار من الاديان الاخرى اللي تكلمت على ان ادم وحواء تخلقوا من طين وتصنعوا من طين وبعد ولاوا ما في قرار مكين وغيرها من القصص. احنا باش نحاولوا ناخذوا الاربع مراحل، ما نذكروش الطين على خاطر ذي الطين حكايه معناتها معتقد بابلي قديم ومعتقدات قديمه نقلها محمد كما هي من المعتقدات الاخرى المسيحيه واليهوديه وغيرها وغيرها وغيرها. كل معتقد قديم معناتها سائد فهمت ان الانسان عباره على شجره، يعني ينبت هذاك علاش معناتها يذكروا الطين فهمت، خاطر هما راهو كانوا يلاحظوا ويغزروا ويشوفوا كيفنا، يعني كيفنا ماهمش عباد، ماناش احنا نحكيو على مليون سنه ولا 100,000 سنه، احنا نحكيو على 1400 سنه ولا 2000 سنه ولا 3000 سنه، يعني مرحله تاريخيه معناتها مرحله معناتها قريبه جدا منا. ما نتصورش انا قبل 1400 سنه ما كانوش زاد هما يلاحظوا ويشوفوا ويبحثوا ويتبعوا اخر التطورات العلميه واخر التطورات الفلكيه وكل شيء، لكن على حسب مستواهم وعلى حسب امكانياتهم وحسب على حسب قدراتهم، اما نفس الشيء فهمت. اذا هذه معناتها مساله التراب وغيرها معناتها مساله ماخوذه من قبل. به نجيو احنا توا نتكلموا على الاربع مراحل هذوما، نبداو بما يسمى بالنطفه. اول حاجه كما قلت لكم ما يسمى بالاعجازيين ديما يكذبوا يحاولوا يبدلوا المعنى. مثلا نضرب لك مثال بسيط، وقت نرجعوا كلمه نطفه، نطفه هي اول مرحله، يجي معناتها الايه القرانيه تقول لك اول مراحل هي النطفه. نجي نرجعوا لسان العرب نلقاو النطفه هي الماء القليل فهمت، والمقصود بالنطفه في ذلك العصر هو المني فهمت، المني يعتبروه نطفه فهمت، ماء قليل حاجه قليله فهمت. وعندما نرجع للقران فهمت نلقاو انه ياكد على المساله هذه، يعني يسمى تفسير القران بالقران، نلقى وجعلنا نسله من سلاله من ماء مهين، او فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق. ماء دافق هو المني عندما يقذف فهمت، يعني هنا وقت يتكلم عن نطفه يقصد على المني. وكانوا العباد قبل يسخايبوا اللي هذاك الماء هو اللي يكون الانسان فهمت، يعني الماء هو اللي يكون الانسان، يعني نطفه. فما ايه اخرى تقول لك نطفه امشاجا، يعني يقول لك نطفه مخلطه. وهنا يجوا بعض العلماء حتى قبل يقول لك مانيء المراه ومانيء الرجل،
يعني كانوا قبل يصخايبوا للمرأة عندها مني كما مني الرجل، وإن المنيين هذو عندما يتخلطوا يتكون الإنسان. فهمت؟ وقت نرجعوا للتفاسير بتاع القرآن القديمة نلقاهم يتكلموا على الماء. فهمت؟ وهذا معناتها هذه معناتها ما نلومهمش، على حسب عصرهم ما عندهمش ميكروسكوب ولا باش يشوفوا معناتها شنو موجود في الماني ويفهموا الحكايه، لا هما يشوفوا في ماء ماني، اي انسان يشوف معناتها ماني امراه معناتها هو هذاك الماني. المراه ليس له اي دخل بالحمل، بل هو لكي يسهل العلاج، علاج الذكر في الفرش لا اكثر ولا اقل. فهمت؟ وهو ما يسمى يعني يحمي من بعض الامراض، وهو عباره معناتها ستيريلي، عباره على حاجه معناتها تحمي الجنين من الامراض، يعني الحمايه بتاعه ما تنجمش تتصورها. اذا هذا معناتها الماء ما عنده حتى دخل، فهو ليس يحمل شيء. والنطفه، النطفه ما يسمى بالمني اللي كانوا يقصدوا بها معناتها في القران ويقصدوا بها قبل القران وكل شيء، المرحله هذه هي هو متكون في الحقيقة الآن توا نعرفوا اللي متكون هذيك النطفة ما يسمى بالقذف المني من ملايين الحيوانات المنوية. واحنا نعرفوا توا اللي المني الحيوان المنوي واحد هو الذي يلقح البويضة، وهم قبل ما كانوش يعرفوا فما بويضة، إذا كانوا يشوفوا ما المرأة وما الراجل ويقول لك هذوك وقت يختلطوا. فهمت؟ يوليوا نطفة أمشاجا، يعني وقت يختلطوا يبدأ يتكون الإنسان، وهذه فكرة غلطة. فهمت؟ هل رب محمد ما كانش يعرف هذا الشيء؟ لهذا يجيو طبعا الإعجازيون، هنا شوف التصوير، يقولوا إن المقصود بالنطفة هو الحيوان المنوي. ما نعرفش أنا من فين جابوا هذه الفكرة وهذا التعويل، وشنو هو الأدلة نتاعهم من المصادر والسنة تدل على، ولا حتى من اللغة العربية، أن النطفة مقصود بها الحيوان الواحد المنوي. نعرف احنا النطفة هي متكونة من ملايين الملايين الملايين الحيوانات المنوية. فهمت؟ يعني هذه معناتها مثلا معناتها كلمة نطفة معناتها مذكورة في القرآن عدة مرات. فهمت؟ وترجع للتفاسير الكل، هو الماء القليل في وعاء كان. فهمت؟ يعني ماء قليل. ويتكلمون المفسرين، فهمت، عن الماء، أي يقولون وهو المني. فهمت؟ ويتكلمون على ماء المرأة، ويقولون عندما تختلط ماء المرأة بماء الرجل يبدأ يتكون الجنين، وهذه فكرة غلطة، أصلا فكرة غلطة، ومعتقد كان موجود قبل. فهمت؟ وهو ما هوش صحيح، لأن الذي يكون الجنين ويبدأ في تكوين الجنين هو عندما يلتقح حيوان منوي واحد بالبويضة. فهمت؟ ويتم إغلاقه ويبدأ تكوين الجنين. هل رب محمد الذي يدعون أنه خلق الكون وخلق الإنسان ألم يكن يعرف ذلك لكي يقول هذا الكلام؟ لا، من بعد الخطأ اللي بعده في نفس هذه المسألة، مثلا يقول لك ثم معناتها جعلنا النطفة في قرار مكين، ثم جعلناه في قرار مكين. نعرف احنا اللي يذهب يستقر في الرحم، فهمت، ليس المني، ليس المني او النطفه اللي يمشي يستقر، وانما البويضه بعد ان تلقح بحيوان منوي واحد هي الذي تنتقل للاستقرار في الرحم. هنا شنو يقول لك القران؟ يقول لك ماني سبيرم، يعني المني متاع الرجل يختلط مع الماء المني متاع المراه، وهذوك مزوز يتخلطوا مع بعضهم هكايا يوليو كيف العصير، ويمشيوا يستقروا في الرحم اللي هو القرار المكين. فهمت؟ شكون يعرش الرحم؟ يا اخي هما العرب ما كانوش يذبحوا ويشوفوا، حتى كانت فما اكله موجوده عند العرب وقتها انهم ياكلوا الابل، الابل دعاء حامل في الشهر الاول او في الشهر الثاني، معناتها يقتلوها، معناتها يعقروها، وياخذوا معناتها الولد نتاعها في الرحم نتاعو ويطيبوه. يعني هذه عادة عربية موجودة قديمة، يعني يعرفوا الرحم، وكان محمد شاف الرحم وهو بيده معناتها كده كان يذبح وكل شيء، هذاك مقصود به بالقرار المكين، يعني يعرف اللي فما حاجة تمشي للبلاصة هذيك ما يسخايب الماء بتاع الرجل والماء بتاع المرأة.
وهي معناتها مش صحيحة، وإنما هذا جهل، جهل بالحقيقة العلمية، ولكن على حسب المشاهدة العينية هذاك شنو نلاحظ. من المفروض أن القرآن كان جاء معناتها يقصد بالنطفة هي نطفة الرجل ونطفة المرأة، ما يسمى ماء الرجل وماء المرأة، أن يقول نطفتين مش نطفة واحدة. علاش هوني القرآن يقول نطفة واحدة في الآية هذه؟ علاش يقول؟ صحيح في آية أخرى يقول معناتها نطفة أمشاج، يعني مخلطة، وهنا ما فما حتى دليل يثبت أنها مخلطة مع ماء المرأة. صحيح في التفاسير القديمة بعد لهما رجعوا شنو قالوا الإغريق، القاو اللي الإغريق يتكلموا على نطفة الرجل ونطفة المرأة، ما يسمى ماء الرجل وماء المرأة، فسروا أمشاج على أساس أنها نطفة المرأة ونطفة الرجل، يعني ماء المرأة وماء الرجل. المهم، فما حديث تاع محمد يتكلم والتجاوز يسألوا فيه، وهو نحطه لكم الحديث. هذا الحديث وقت نرجعوا للإغريق نلقاه موجود، وهاو نعطيكم المصدر شكون قالوا، يعني نقل بالحرف الواحد. إذا هنا يوريك اللي محمد كان مطلع على الترجمة السريانية، ومطلع على من هو مطلع على الترجمة السريانية، وفسر له شنو كان يقول الإغريق. إذا هذه مثلا المرحلة الأولى من تكوين الجنين، مرحلة أول شيء منقولة من كتب أخرى سوى الإغريقية، سوى من كتب دينية أخرى، هذه حاجة أولى. ثاني حاجة، هذا القول اللي موجود في الكتب الأخرى وموجود في الإغريق كان غلط، لأنه يتكلم على ماءين، ماء المرأة وماء الرجل، وكانوا يسخايبوا اللي المرأة تقذف كما يقذف الرجل، وأن الماء هذاك هو اللي كون الجنين، وما كانوش يعرفوا أصلا أنها موجودة بويضة. ما فهمتش أنا الإعجازيين من فين جابوا اليوم البويضة. المهم ننتقل للمرحلة الثانية من التكوين، هي العلقة. العلقة فهمت في لسان العرب، فهمت هو مقصود بها الدم الجامد الغليظ، نلقاوها في الكتب، في كتب التوراة يتكلم على انها الحليب عندما يصبح كيف اللبن او يجمد، يبدا يجمد، ونلقاو فهمت الجامد قبل ان يابس، يعني حاجه تجمد قبل ما تولي يابسه، هذاك هو مقصود بالعلقه. ويقال معناتها عند المفسرين هي الدم شديد الحمره، او العلقه هي قطعه من الدم الجامد. وهذه المساله نشاهدها عندما سقوط الجنين في الأشهر الأول. أي امرأة ولا حتى حيوان تسقط الجنين متاعها في الشهر الأول تشوف دم متجمد، فهمت؟ ولا في الغنم ولا في الإبل ولا أي حاجة أخرى، فهمت؟ وهنا نلاحظوا أن هذاك الدم المتجمد ليس هو الجنين، لأن عملية الإجهاض تسحبها حاجات أخرى اللي تسبب هذاك الدم الكله. وكي نشوفوا الجنين في هذاك الدم، نوريكم التصويره هون، يحضروا التصويره. هذه المقصود بها بالعلقه، ووقتها ترجع للتفاسير نتاع المسلمين تلقى يقصد بالعلقه هذه، وهنا الجنين ليس هذا الدم الكله، هذه نتيجه الاجهاض ونتيجه معناتها الارهاق وكل شيء ينزل هالدم هذا المتجمد. اما راهو الجنين في الشهر الاول من تكوينه لا يمثل راس دبوز هكا قد النتفة، يعني أقل من قطرة، يعني هما اللي يسخيبوه هذا مضغة كله الجنين، هو ما هو الجنين، هو كله دم هذا كتابع، ما هو الجنين، فهمت؟ وكما وريتكم في الآية الأخرى معناتها في التوراة تتكلم على هذا قبل محمد، على الدم الجامد الغليظ. وهنا نفهم أن الإغريق قبل يعني استوحاوا هذه المسألة من المشاهدة، هذه معناتها وصف عين، فهمت؟ في الأسابيع الأولى من الإجهاض يظهر الجنين كأنه علقة، دم متجلط. وهنا نرجع لقول ابن كثير، فهمت؟ يقول لك ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله، فتمكث كذلك 40 يوما.
ساعدين بتاع الاحاديث والتفاسير، و40 يوم فهمت نطفه، و40 يوم علقه، و40 يوم مضغه، هذه كلها ما عندها حتى اساس من الصحه. وتنجم اي انسان يرجع للتطور الجنين العلمي الحديث يشوف اللي هذيك كلها خرافات، 40 يوم 40 يوم ما فهمش منها. اذا هنا وقت نجي نشوفوا العلقه، احنا نرجع كلمه العلقه في القران يعني ذكرت تقريبا 4 مرات فهمت، وكلها تخص الجنين فهمت. وكل المفسرين يفسرون العلقه بالدم فهمت، والصوره حطيتها لكم، ثم كان علقه فهمت وكان دما بعدما كان نطفه، يعني في الاول كان ماء من بعد ولا دم، يعني النطفه هي الماء والعلقه هي الدم. وهنا يجيو الاعجازيون ويبداو يتفلسفوا ويقول لك على العلقه وهي دوده وتعلق وكذا فهمت، وتعلق بالرحم، ويبداو يجيبوا لك في الحكايات الفارغه واللي عندها حتى اساس من الصحه، رغم ان الجنين يعلق مثلا بالمراه فهمت، معروف معناتها الحبل السره فهمت، يعني حتى لين تولدوا باش يقصوه فهمت. وهنا وتنرجعوا للايه القرانيه شنو تقول، معناتها يقول لك معناتها يقول لك معناتها التحويل فهمت، التحويل من نطفه، ومن بعد يقول لك من علقه، ما قالش يشبه العلقه وانما قال من علقه، وهي دوده العلق، يقول لك الاعجازيون دوده العلق فهمت. وهنا نشوف التصوير نتاع الاعجازيين، يجي يحط لك تصويره نتاع مولود في فتره من الفترات نتاعو فهمت، ويتعمد اظهار الجنين على شكل علقه فهمت. وش يعمل؟ اخذ التصويره، تصويره يتم حذف اشياء من الصوره الحقيقيه فهمت. هنا ها وباش نوريكم الصوره كيفاش يوريوها الاعجازيين وكيفاش هي في الحقيقة. يعتمد إظهار الجنين بنظرة جانبية فقط، رغم اللي وقت نجيو ونقلبوها من جهة أخرى نشوفوه بطريقة، يعني ظهر الجنين من الجهة اللي يظهر فيها كأنه دودة باش يثبت اللي هي علقه يقصد بها القران بالدوده. يعني ما فهمتش التفسير هذا من فين جابوه، والعلقه كانت موجوده قبل، علاش المفسرين ما قالوش على العلقه؟ علاش تكلموا على الدم؟ العلقه يا اخي هي جديده، عندها ملايين السنين العلقه موجوده، وقبل كانوا يداووا بها عند العرب وغير العرب فهمت. فما امراض معناتها توقع يشدوا هذيك العلقه باش تمص كما نقولوا نوع من الفقاعات في الجلده ولا تاكلها ولا حاجه ويحطوها، وكانت مستعمل فهمت للعلاج فهمت. اذا علاش ما تكلموش عليها العلماء قبل؟ علاش توا هما العلماء هذو الاعجازيون قال لك العلقه مقصود بها هذه العلقه فهمت؟ من اين جاؤوا بفكره العلقه؟ ونعرف احنا ان معناتها التعليق فهمت تدوم مدة 9 أشهر برحم الأم، وليس مرحلة من التطور كما يدعون. فالولد يولد وهو معلق بحبل السرة، هذه مشاهدة معناتها عينية أي إنسان يعرفها. ومن هنا نفهم تزوير اللغة والضحك فهمت على الجهال بوضع لهم صورة وشريط عصري، يعني معناتها يوصف فيش معناتها الوليد في كرش أمه، ويضيف عليه بعض التجويد بالآية القرآنية فهمت، والآخر ذاك الجاهل اللي تبع النقل يقول سبحان الله سبحان الله، ها وهذا ذكر القرآن ما غير ما يفكر اللي الإغريق قالوا قبل، اللي التوراة قالوا قبل، اللي العلقة ما عندها حتى علاقة بالعلقة اللي يذكروا فيها هما واللي هي على شكل دودة وغيرها 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 فهمت. فهنا الإعجازيون يستعملون المعنى اللغوي علقة كي يخبرون عن أمر واضح للعيان ان الجنين يعلق بالمشيئة بواسطة الحبل السري فهمت، اللي تقطعوا القابلة عند الولادة، وهو امر عرفه الانسان منذ القدم. ثم يقولون ان العلقة هي الدودة لانها رؤية، فعنت هما معنت ترى على اساس انها دودة، ويجي يحط لك تصويرة ويحذف لك منها بعض الاشياء ويحطها لك بطريقة
اللي انت تشوفها على اساس انها دوده وتحكم عليها انها دوده. فهمت؟ اذا هذه المساله معناتها انها علقه ليس لها اي اساس من الصحه، والولد في بطن امه يعلق الى الولاده وحتى القابله تقص له هذاك الشيء، معناتها فما حتى شيء، وهي ليس مرحله، العلقه ليس مرحله. لو كان مقصود بالعلقه انه يعلق، فهمت، فهو يعلق الى ان يولد. اذا هنا راهو وقف عند العلقه وكهو، فهمت، قال نطفه وعلقه وكهو بقى عالق. اذا هنا القران لم يكن يقصد العلقه، وانما كان يقصد كما كان يعتقد محمد في ذلك الوقت على اساس انه على شكل دم جامد، وكما قال التوراه وكما قالوا الاغريق، واللي هي فكره غالطه ليس لها من الاساس من الصحه اليوم. ثم ننتقل الى المرحله الثالثه، هي المضغه. فهمت؟ ونعرف احنا وقت نرجعوا للسان العرب كالعاده نمشي على اللغه، فهمت، هي الحاجه الممغوضه، ويقصدون بها قطعه من اللحم. يعني هنا تفسير العلماء الاسلام يقصدوا في الاول، هما شنو يقصدوا في الاول؟ يقول لك ماء، من بعد تولي دم، من بعد تولي لحم. فهمت؟ يعني تفسير نووي يقول لك لحمه فهي مضغه، وفي اماكن اخرى مع يشرحون لنا معنى كلمه مضغه هو اصغر شيء يمكن ان تلوكه الاسنان. لكن وقت نجي ونرجعوا معناتها قبل ما نتكلم على الاعجازيين، معناتها الاغريق قالوا ذلك قبل، قالوا ان معناتها المضغه قالوها المرحله الثالثه قالوها، رغم اللي لم يكن في يوم من الايام قطعه من اللحم. فهمت؟ ماهيش قطعه من اللحم، ماهيش قطعه من اللحم مجرده، ما علميا توا ماهيش قطعه من اللحم مجرده. هنا القران حتى المفسرين وتفسروا قطعه من اللحم خذاو على الاغريق اللي كانوا يقولوا قطعة من اللحم، وهي معناتها محمد خذاها من الإغريق ومن بعد جاوا فسروها هكاك. لكن المروجون للنظريات الإعجازية يريدون بشكل أو بآخر إيجاد تطابق للمعنى اللغوي لكلمة مضغة، فهمت، مهما كان الثمن للتلفيق. هذه صورة نوريكم، صورة المضغة كيفاش حاطينها، احضروا لها الصورة. وهي ما سقط، معناتها وحدة تسقط يكون له ليل أكبر، يعني يقولوا عمره شهرين ولا ثلاثة شهور، تظهر كأنها قطعة لحم. شوفوا الوهم. وهو شيء يشوفه أي إنسان برؤية العين، تظهر كأنها قطعة من اللحم، ولكن هل هي قطعة من اللحم؟ لا. فهمت؟ اذا هذايا ينكر توا العلماء، يقول لك ماهيش مضغه، صحيح ماهيش قطعه من اللحم، فهمت، وماهيش علكه. يجي الاعجازي ويجي يوريك علكه ويحطها لك بجنب ويوريها لك بطريقه معينه، فهمت، ويقول لك هو اعجاز علمي والعباد تتبع. فهمت؟ هذه المساله بتاع اسقاط طرف يشبه طرف اللحم، فهمت، توقع معناتها في ساعات، معناتها تبدا البويضه فارغه ولا توقع خلل ولا اي حاجه وتسقط وهي جدا صغيره، فهمت، ومعناتها تظهر كانها قطعه من اللحم، اما هي ماهيش قطعه من اللحم. اذا هنا القران مشى على حسب ما قال الاغريق، وهي فكره غالطه ما عندها حتى اساس من الصحه. وتوا عاد باش ننتقلوا للمرحلة الرابعة والأخيرة واللي هي الفضيحة. شوف هنا شنو نقول، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. فخلقنا المضغة عظاما، يعني هنا القرآن يزيشي، فهمت، ما يقولش الحقيقة، يزيشي يكتب، يعني يقول لك المضغة تولي عظام. تعرفوا انتوما اللي اللحم يظهر قبل العظم، وده ثابت علميا الآن، لكن قبل الجزارة واللي يذبحوا يذبحوا حيوان، فهمت، يذبحوه ينحيوا له الجلدة، بعد اللي ينحيوا له الجلدة يلقاو اللحم وبعد يلقاو العظم. شنو يقولوا؟ يقول لك اللي العظم
فهمت؟ يتكون قبل وبعد اللحم وبعد الجلد، هذاك علاش في آية قرآنية وكسونا العظام لحما، فهمت؟ يقول لك معناتها كسونا العظام لحما، هوني يسخايب اللي العظام يتكون قبل. فالقرآن هنا ما يخبرناش بحقائق علمية. وأي واحد دارس حتى بسيط لعلم الأجنة يكتشف يعرف أن هذا خطأ. أول حاجة المضغة لا تتحول إلى عظم، فهمت؟ خاطر الآية واضحة، فخلقنا المضغة عظاما، فهمت؟ فكسونا العظام لحما، يعني مسألة واضحة وأي إنسان ينتبه لها. وهذا معناتها خطأ آخر. أي عالم توا ولا أي طبيب تسأل وتقول له هل العظام تخلق قبل اللحم ولا لا، يقول لك لا. هنا مانيش فاهم لماذا القرآن يقول إن الجنين معناتها يتحول من علقة إلى مضغة، أي إلى لحم، أي بمعنى آخر لماذا يجب أن ينقلب اللحم المنبوغ إلى عظم، ثم يجيب أن يكسي هذا العظام بلحم. يعني في الأول مفسرين وتنرجع يقول لك المضغة هي مقصود بها اللحم، من بعد يقول لك اللحم هذا يتحول لعظم، من بعد العظم هذا يتم كسو بلحم. وهذا ترجع للمفسرين القدامى كانوا يقولوا هذا، وهذا ما كانوا يعتقدوا الناس قبل، فهمت؟ وهذا الأمور الكل اللي ذكرناها توا، فهمت؟ ليس لها أي صلة بالعلم الحديث وبما قاله العلم الحديث. فالنساء منذ العصر الحجري وهي تشوف كيفاش يسقط الجنين، فهمت؟ يعني مش حاجة وتشوفوا اللي كان سقط بعد الحمل مباشرة، يشوف ساعة المني، مني الرجل مني المرأة، يشوفوهم يتخلطوا عن طريق علاقة جنسية، من بعد وتتحمل المرأة يدم مثلا سقوطه في الشهر الأول تشوفوا دم، كان في الشهر الثالث تشوفوا على شكل الحمل، فهمت؟ من بعد يجوا يشوفوا الحيوانات كيفاش يذبحوا كل شيء وكل شيء، يجوا يسخيبوا اللي اللحم هذاك يتحول لعظم، من بعد كل عظم يتم تغليفه بما يسمى باللحم وجلده. إذا هذا الكل ما يسمى ملاحظة عينية ليس لها أي أساس من الصحة. فهمت؟ وتجي يقول لك معناتها اللحم ممضوغ دون أن يعلم أن ما يروه هو بالواقع معناتها رأي العين. صحيح معناتها ثم معناتها جانب من الحقائق اللي معناتها العلم توا زاد أكدها، ولكن هذاك ما هو إلا رأي العين على حسب علمهم هما، واللي القرآن نقله كما هو ما زادش عليه ما نقص. هذا الكل إله محمد، لو كان محمد جايب وحي هذا الكل ما يعرفش إله محمد هذه الأمور، فهمت؟ ما كانش يعرفها. وتترجع المفسرين يقول لك فخلقنا المضغة عظاما، يعني شكلناه ذات رأس ويدين ورجلين بعظامهم وعصبهم وعروقهم. وفي الصحيح كل جسد ابن آدم يبلى إلا، فهمت؟ يعني إلا يقول لك إلا مؤخرة الذنب، يعني هذيك اللوطة معناتها اللي يقول لك بين الصلب والتراعب، يقول لك المني الماء يخرج من غاديك، فهمت؟ هذه كل أخطاء علمية احنا ما نمشيش ندخلوا في في المسألة هذيك. من بعد يقول لك فكسونا العظام لحما، أي جعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه من اللحم والجلد وغيرها وغيرها وغيرها، وهذا تفسير العلماء، فهمت؟ بينما هذا الكل ليس له أي أساس من الصحة وليس صحيح، فهمت؟ يعني ثابت الآن علميا ليس صحيح، لكن هالإعجازيين مع الأسف يحاولوا بشي يغلطوا العباد ويدخلوك بعض ويجيبوا لك تفسيرات باش يحاولوا يقنعوك اللي فما إعجاز علمي في القرآن، وهو في الحقيقة فما خطأ علمي كبير وواضح وبين. وهنا نختم هذه الفيديو، فهمت؟ طويلة هذه الفيديو شوية مع الأسف، وأنا أعتذر 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 على طول هذه الفيديو. نطلب من المسلمين باش ما عادش يتبعوا هذا الإعجاز العلمي، ويحلوا عينيهم شوية ويخدموا مخاهم شوية ويزيهم التبعية ويتعلموا يفكروا.